أقام التجمع اليمني للإصلاح بمديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس لقاءً موسعًا في مدينة مأرب احتفاءً بالذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر والذكرى 32 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح تحت شعار إصلاحيون على نهج أحرار 26 سبتمبر. في هذه الذكرى العظيمة والمناسبة الغالية على قلوبنا، ذكرى 60 للعيد 26 من سبتمبر وذكرى 32 لتأسيس الإصلاح في 13 سبتمبر، وهاتين المناسبتين يرتبط بعضهم ببعض، لأنه التجمع اليمني للإصلاح هو نتاج لثورة 26 من سبتمبر التي جعلت الشعب اليمني حرا يختار ما يريد وينظم نفسه سياسيا وينال الوظيفة العامة ويستحق الشهادة العليا ويسائل الدولة عن ثرواته وعن وطنه وعن سياساته التي تبعها تجاه الشعب اليمني. أشاد الحاضرون بنضال الإصلاح وتضحياته في سبيل الدفاع عن الجمهورية امتداداً لبطولات أحرار ثورة سبتمبر المجيدة التي غيرت وجه اليمن ومساره ونقلته من كهنوت الإمامة إلى رحاب الجمهورية برغم البطش والجبروت الذي مارسه سدنة الإمامة ضد الشعب اليمني وحقوقه المشروعة. يحتفل الإصلاح في أرجاء الوطن الغالي بالذكرى تأسيسه الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990 والذي يعتبر والذي ولد من رحم الوحدة الوطنية الغالية، ويعتبر الإصلاح والوحدة امتداد ثورتي 26 من سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين الذي ضحى اليمنيون من أجلها بالغالي والنفيس وثاروا ضد حكم الكهنوت الإمامي والسلالي الطائفي وضد الاحتلال البريطاني الغاشم الطامع في أرضنا وبلادنا. أكدت الفعالية مواصلة النضال ضد أحفاد الإمامة والحيلولة دون تحقيق الأهداف الإيرانية في اليمن والمتمثلة في طمس الهوية اليمنية وتمزيق النسيج الاجتماعي والقضاء على أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة. في ظل امتداد ذكرى ثورة 26 من سبتمبر في العيد 60 لثورة 26 من سبتمبر نجدد تأكيدنا على المضي قدما حتى تحقيق أهدافها وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي متمثل بالميليشيات الحوثية والذي قضت على مؤسسات الدولة بمختلف المجالات. حضر اللقاء عدد من القيادات الاجتماعية وقيادات في المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء وجمع من أبناء مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.